في احد الاباء بيقول احنا زودنا او زودناها من جهه تكريم اجساد القديسين في اعيادهم، يعني القديس ماري مرقس لم يحضر منه سوى صندوق صغير به الراس. منين جت رفاه ماري مرقس اللي ماليه الكنائس؟ هو طبعا احنا الحاجات دي بنقترب منها ببساطه بايمان، يعني لما بنيجي مثلا في كنيسه اثريه فيها أنبوبة قديس مكتوب عليها أو ناس متداولة بالتقليد المتوارث نديله فات القديس فلان، فبناخدها بالإيمان. طلعت هي هناخد بركتها، طلعت مش هي هناخد بركتها، فمش عايزين نتشكك ولا نتعلق، طالما في حاجة فيها بركة ناخدها.